أخبار اليوم. وفي سلطنة عمان شهر رمضان له سحره الخاص، وخاصة في الولايات والقرى العمانية التي تتحول طوال أيام الشهر إلى أسرة واحدة يجمعها نداء الأذان للصلاة، وهو يرتفع من مئات المآذن التي تنتشر في كل ربع عمان يجمعها الحب والتآلف على مأدبة الإفطار، يبدأون كذلك بتناول الإفطار، وعادة ما يتكون من وجبة خفيفة تختلف من منطقة لأخرى. وتتكون وجبة الإفطار من أنواع الفاكهة المختلفة والتمور واللبن والعصائر المختلفة، وبعدها يذهبون لأداء صلاة العشاء وصلاة التراويح، وعقب الصلاة يجتمع أبناء القرية وشبابها وشيوخها في حلقات يستمعون فيها إلى بعض الدروس والمحاضرات الدينية التي عادة ما تدور حول أفضال الشهر الكريم. وما اقترب الساعة من العاشرة مساء تبدأ وجبة العشاء التي تتكون من اللحم والدواجن والسريد والهريس وأنواع مختلفة من الأطباق الرمضانية. وخلال أيام شهر رمضان الكريم تبدأ كل القرى العمانية في إعداد بعض الدورات الرمضانية التي تشمل العديد من الألعاب الرياضية وحلقات السمر التي يشارك فيها شباب القرية أو المنطقة، كما تتخذ الأسواق كل الاستعدادات لاستقبال الشهر الكريم، من بينها إصدار سلطان عمان السلطان قابوس توجيهاته بتوفير كل المواد الغذائية بأسعار تدعمها الدولة، وذلك في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين. وفي المجال الرياضي كذلك تنظم الأندية العمانية دورات رمضانية خاصة وفق برامج لتبادل الزيارات بين أندية الولايات وشبابها.